كويز. باش نعطيك مجموعة من الأسئلة، عربي تجاوب عليهم بكلمة واحدة في أسرع وقت ممكن ما غير تفكير برشا. شكون أحسن لاعب تونسي توا مازال ينشط؟ حاليا تونسي؟ أربط الشيخاوي. أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ طارق ديب. لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف؟ يمكن غيلان شعلالي. أقرب لاعب ليك؟ إيهاب المباركي. شكون أحسن مدرب تونسي؟ فوزي منزرتي. أحسن مدرب ترينيت عنده؟ فوزي خالد، خالد بنيح. مدرب عنده فضل عليك؟ ما تفكرش حاجة كبيرة، كل كي بعضهم. مهاجم تونسي كنت تقرأ له حساب؟ تونسي؟ اي مسيش حتى أجنبي، مهاجم وكاو بتاتا بعض البنجيح. ملعب ضده ورشة مو ضده، لكن ما سجلش. مع سيابي وقتها ولا لا؟ لا، مع الاسبيرانس. اوكي، كونا ضد بعض النوية. ماتش ما تنساش؟ مباراة ضد الهلال السوداني في رادس وريمونتادا تاع معين الشعباني. هدف ما تنساش؟ دربي في 2006 ضد نادي الافريقي، اول هدف براس. ثاني هدف ليا مع فريق الاكابر، واول دربي دوبا طلعت وقتها وهي 2006. وقت هدف اون دوزيام تون كان معنا من الاهداف التاريخيه اللي قد ما تفكرها. اجمل بونتو سجلته؟ في نهائي كاس تونس امام سيابي، وقتها بون جبت بينالتي وسجلت يعني هدف ثاني، هدف الانتصار. هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته؟ ممكن هدف هدف سعد بقير الثاني، عملناه ضد الاهلي، ضد الاهلي المصري. شكون تشوف احسن لاعب في العالم توا؟ حاليا نشوف كالعاده ديما محصوره بين ميسي وكريستيانو رونالدو. اي انت شكون تفضل؟ كريستيانو بيان سور. علاش بيان سور؟ تحب الريال؟ تحب اليوفي؟ كنا نحب الريال وتوا ولينا نحبوا اليوفي. وبعد بدلت الجماعه. بيوع عادي. احسن مدرب في العالم؟ بيب جوارديولا.